اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين معاكم في المونديال على قناه الاهلي، وبينضم ليا وبيشرفني وبينورني في الاستوديو كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي الكابتن احمد بلال. كابتن ازيك يا عمر؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله، منورني يا كابتن. ربنا يخليك يا رب. طبعا يعني قيمه وقامه كبيره جدا هداف النادي الاهلي، وشرف لان انا قاعد مع حضرتك. الله يخليك يا عمر، ربنا يخليك يا رب. وانا استمتع اكيد باراء حضرتك الفنيه عن كاس العالم، يعني هو الراي او يعني حديث الساعة مونديال روسيا 2018. أعتقد أنها نسخة كابتن مميزة، فيها أحداث كتيرة جدا، أهداف، مفاجآت. نقدر نقول لك كابتن بلال، مش عارف حضرتك ممكن توافقني في الرأي ولا لا، بس أنا معتقد أن مونديال روسيا 2018 هو مونديال المنتخبات المجتهد. يعني ناس تقول مفاجآت، بس أنا شايفه أنه فرق مجتهدة كتيرة عملت اللي عليها عشان كده وصلت في المكانة اللي هي موجودة فيها دلوقتي. طبعا المنتخبات المجتهده، وكمان المنتخبات مش بس الاجتهاد، انك انت يبقى عندك روح في الملعب وعندك اراده وعزيمه وعندك تحدي، لا كمان التاكتيك، يعني الفرق اللي عندها خطط، الفرق اللي عندها المدربين اللي عندهم رؤيه جيده في الملعب، المدربين اللي بيقدروا يدرسوا الخصوم قدروا ان هم ينجحوا. يمكن عايز اقول لك الحاجه، من الفرق اللي قدرت ان هي تصعد، انت بتتكلم على روسيا النهارده وصلت لدور الثمانيه ومؤهله، يعني ممكن تؤهل ان هي تكسب. فرقه طلعت اسبانيا من المونديال، الفرقه المرشحه لبطوله العالم، النهارده هتلعب المباراه القادمه اعتقد مع كرواتيا. فمباراه يمكن اسهل بكثير جدا من المنتخب الاسباني، فممكن تروح لبعيد في المونديال، ممكن كمان تروح للدور قبل النهائي. انت بتتكلم على فرقه، تعرف يا كابتن ان اسبانيا افضل منتخب عمل تمريرات ب 3120 تمريره، صح؟ فخرجت فرقه دي ازاي يا كابتن؟ طبعا فرقه، بص يعني انا بيعجبني الفرقه المنظمه الحقيقه، بيعجبني المدير الفني اللي بيشتغل صح، بيعجبني المدير الفني اللي عنده رؤيه، اللي بيدرس الخصم بشكل جيد جدا، اللي بيقدر يستغل نقاط القوه بتاعته وبيلعب على نقاط الضعف بتاعه الخصم. النهارده المنتخب الاسباني هو زهق المنتخب الاسباني خلاص، يعني عارف انت وصل بالمنتخب الاسباني ان هو خلاص زهقه، بيلعب زون ديفنس بشكل كبير، منظم دفاعيا بشكل كبير، وده اللي يخلينا يا عمر نقول ان في فرق يا جماعه ما بين التكتل الدفاعي، فرق بين التنظيم الدفاعي، فرق كبير جدا بانك انت بتدافع بتكتل او بعدد، وفي فرق بين انت بتدافع بشكل منظم. المنتخب الروسي بيدافع بشكل منظم جدا، في مباراته مع مصر دافع بشكل منظم قوي، مباراته مع السعوديه دافع بشكل منظم قوي، ما كانش محتاج المباراه مع اورجواي، في مباراه اسبانيا دافع بشكل منظم قوي. احنا كمنتخب مصر كنا بندافع، والسمه الاساسيه والرئيسيه بتاعتنا كانت الدفاع، ولكن ما عندناش تنظيم للاسف الشديد. بندافع بكل اللعيبه اللي موجوده، ال10 لعيبه تقريبا كانوا بيدافعوا باستثناء مثلا حتى مروان محسن كان بينزل يدافع باستثناء ممكن نقول صلاح في مباراه روسيا في السعوديه، وصلاح لعب لقائين روسيا، صلاح لعب في مباراه روسيا لكن ما لعبش في مباراه اورجواي. لا لعب في مباراه السعوديه وروسيا زي ما حضرتك قلت، ابتدى في روسيا. ابتدى في روسيا، يعني ما لعبش اورجواي بس ابتدى في روسيا. تمام. فكنا بندافع تقريبا ب10 لعيبه، الحارس المرمى وتسع لعيبه تانيين، ولكن دفاع غير منظم. انا من وجهه نظري لو دفاع غير منظم، لو يجي فيك ثلاث اهداف من روسيا، ويجي فيك هدف من السعوديه، وكنت معرض يجي فيك هدفين ثلاثه، ويجي فيك هدف من اورجواي، ومعرض يخش فيك ثلاث اربع اهداف، يبقى انت ما عندكش تنظيم دفاعي، انت عندك تكتلات دفاعيه، اثنين ستوبرين واثنين باكين وتريزيجيه وصلاح الناحيه الثانيه، وعندك عبد الله سعيد كمان كان بينزل يدافع، وطارق حامد والنني، الثمان تسع لعيبه بيدافعوا او واقفين في الملعب مرصوصين، ولكن التنظيم الدفاعي ما كانش موجود، بدليل ان الاهداف اللي جت في مصر كلها اهداف يعني عباره عن اخطاء في التمركز، عباره اخطاء في الرقابه. طب يا كابتن بلال، هل هي اخطاء متكرره بدون اصلاح؟ يعني طبعا. حضرتك اللي احنا عارفينه في الكوره ان دايما لما اللاعب يغلط بيتعلم من غلطه، او بنقول له انت غلطت في واحد اثنين ثلاثة أربعة، لكن اهداف منتخب مصر اللي دخلت اهداف متكرره كلها من كرات عرضية، كلها من كرات عرضيه، كلها من كرات تقريبا، يعني في من كرات ثابته كتير جدا وفي من كرات متحركه، ولكنها كلها عرضيات. طب انت عارف ان انت عندك مشكله في العرضيات، البرتغال سجل فيك كده، اليونان سجل فيك بالشكل ده، الكويت سجلت فيك بالطريقه دي، كلها عرضيات اتلعبت ناحيه اليمين وبعدين اتلعبت كروس وتسجل فيك هدف. يعني خلاص انت قبل المونديال التحضير بتاعك انت كمنتخب مصر الطبيعي تبقى عارف النقط الضعف اللي عندك، تبتدي تعالجها عشان لما تخش. انت ليه بتعمل مباراه تحضيريه؟ عشان من خلال المباراه التحضيريه اللي انت بتلعبها تشوف انا عندي ايه الاخطاء اللي موجوده عندي، ايه السلبيات اللي موجوده عندي، ايه الايجابيات اللي المفترض اعليها واعليها. انت النهارده كمنتخب مصر للاسف الشديد خلال كل المباريات اللي فاتت كلها اخطاء متكرره، الاهداف اللي دخلت في روسيا، الاخطاء الدفاعيه، الهدف اللي جه فيك في اورجواي، الهدف اللي جه فيك في السعوديه كمان، كلها اخطاء دفاعيه، كلها اخطاء متكرره. فاحنا للاسف ما تعلمناش
للاسف من المباريات الوديه ما قبل المونديال. يعني يا كابتن بلال، بما ان احنا اتكلمنا على منتخب مصر وبدانا بالحديث على منتخب مصر، هل حضرتك شايف تحمل مسؤوليه الاداء السيء اللي حضرتك شفته؟ احنا مركز 31 من ضمن 32 منتخب، عندنا صفر من النقاط، زي ما حضرتك قلت يعني كان عندنا اخطاء وعندنا حاجات كثيره جدا اتكلمنا عليها، لكن حضرتك تحمل مسؤوليه لمين؟ هل مين هو متحمل مسؤوليه خروج منتخب مصر بهذا الشكل السيء؟ هل هو المدير الفني بنسبه 80% 75% واللعيبه، ولا حضرتك شايف ان اللعيبه لما غاب عنها الروح وغاب عنها الاصرار بانت بالمنظر اللي احنا شفناه؟ بص يا عمر، خلينا الاول نفرق ما بين انت بتلعب افريقيا او دول من افريقيا او منتخبات افريقيه، وما بين ان احنا بنلعب دول منتخبات عالميه، وضع الامور مختلفه تماما. عارف الفرق الافريقيه يعني بتعيبها شويه العشوائيه، يعني انت لما بتلعب فرق افريقيه زي الكاميرون زي غانا زي نيجيريا، مع احترامي لكل الفرق دي، ولكن الفرق دي لما اللعيبه بتلعب مع بعضها بيبقى فيه كتير من العشوائيات. هو بيعتمد على المهارات الفرديه طبعا بتاعت اللعيبه النجوم الستارز بتاعتهم، ولكن دايما الدفاعيات بتاعتهم بتبقى عشوائيه بشكل كبير. فتقدر احنا كمنتخب مصر عندنا عقليه، او حتى مثلا المنتخبات الشمال افريقيا الجزائر والمغرب، بنقدر نتغلب على المنتخبات الافريقيه بسهوله، لان خلاص احنا بنفكر عندنا تنظيم اكتر منهم، هم يعني عندهم عشوائيه اكتر مننا بكتير جدا، مش منظمين في الملعب بشكل كبير، لما بيجي فيهم هدف يعني سرعان ما بيتحولوا كلهم من الدفاع للهجوم بشكل مخيف، ممكن ده يؤدي ان هم يتسجل فيهم هدف والتاني، زي ما حصل لنا في مباراتنا هنا مع غانا لما سجلنا الهدف التاني. فعايز اقول لك ان اوروبا بقى مختلفه، وانت يمكن عارف طبعا طبعا اوروبا طبعاً. فرقه بتلعب بتاكتيك محترم جدا، لعيبه منظمه في الملعب، منتاليتي يا كابتن مختلف تماما، دماغ مختلفه، مخ خالص. مختلفه، منتاليتي مختلفه، لعيب مهما كان مغلوب 4 مغلوب 5 متعادل كسبان، هو عارف ان في تنظيم، في سيستم محطوط، في طريقه لعب محطوطه، هو بيحافظ عليها نهايه المباراه مهما كانت النتيجه. الامور اختلفت بشكل كبير من افريقيا، بتروح تكسب هناك مثلا، احنا كسبنا بوتسوانا تقريبا، كسبنا غانا هناك افريقيه، كسبنا غانا هناك، وكسبنا الكونغو هنا في مصر، وكسبنا اوغندا، ومع ذلك كنا قريبين ان احنا نتغلب او نتعادل. يعني انت مباراتك كده مع الكونغو تعادلنا، او كنا كسبنا وكنا قريبين جدا ان احنا نخرج من كاس العالم يعني، لولا مثلا الحمد لله ربنا وفقنا وتريزيجيه بنالتي في وقت صعب جدا. ولكن عايز اقول لك نقارن بقى ما بين روسيا الفرقه اللي هي مثلا مصنفه 67 تقريبا على مستوى العالم، وما بين اورجواي، وما بين حتى السويد والسويسرا اللي بنتفرج عليهم امبارح، لا فرقه منظمه بتلعب تنظيم، ما فيش مره في الملعب تتفرج على الفرقه دي. النهارده كولومبيا امبارح وانت بتتفرج على المباراه مغلوبه 1-0 من انجلترا وخلاص، والدقيقه 93، ومع ذلك الاصرار والعزيمه والتحدي عند اللعيبه وتغيير طريقه اللعب من المدير الفني اللي قدر ان هو يغير من طريقه لعبه ويغير من الفورميشن بتاعه الفريق لحد ما قدر يسجل هدف وكان ممكن يخرج بمكسب المباراه. انت النهارده ما عندكش الحته دي للاسف الشديد، منتخب مصر ما عندوش الكلام ده، حتى كمان مستر كوبر ما عندوش بلان بي في الملعب، لما اكون مغلوب اعمل ايه؟ هرجع ازاي في المباراه؟ هل لما اكون مغلوب 1-0 طريقه لعبي هتختلف؟ طب طريقه لعبه تختلف ابتداء من الدقيقه 70 ولا 80 ولا 60 ولا 50؟ هل انا التغييرات بتاعتي تغييرات هتغير من اداء لعيبتي جوه الملعب؟ احنا ما عندناش الكلام، احنا هي طريقه اللعب نفس طريقه اللعب واحده، لذلك احنا بنتعثر لما بنتغلب. انا كنت لسه اقول لحضرتك احنا التاريخ بيقول او لما بيخش فينا هدف بتبقى مشكله كبيره جدا، مش بنعرف نعوض، فدايما سياسه مستر هيكتور كوبر ان هو يجيب هدف ويحافظ عليه، يعمل تكتلات دفاعيه ويحافظ عليه، ما انت عشان انت ما عندكش بلان بي. انا مش بحس ان هو بيفكر في الخطه البديله، لا لو جبت لا. لو دخل فيها هدف هعمل ايه؟ بص، هو الاستراتيجي بتاعت مستر كوبر ان انا بلعب دايما بسيب الفرقه اللي قدامي هي تستحوذ وتسيطر على المباراه، وانا احاول استغل المساحات الفاضيه بالسرعات اللي موجوده عندي واسجل هدف. بعد ما سجلت الهدف بيبقى من السهل عليك انت كمنتخب انك انت تدافع، هو اسهل حاجه في كره القدم انك تدافع، صح. اسهل حاجه انك ترص 10 ورا، اسهل حاجه انك تلعب 5-3-2 او 5-4-1 او او او، دي اسهل حاجه في كره القدم، لكن اصعب حاجه انك ازاي تسجل هدف. عشان كده المدربين اللي بتلعب كوره هم المدربين الاغلى في العالم. النهارده جوارديولا هو تقريبا اغلى مدير فني في العالم، عشان هو ده المدير الفني اللي بيلعب كوره صح، المدير الفني اللي بيجيب بطولات، المدير الفني اللي دايما بيدور ان ازاي يسجل اهداف، مش عكس المدربين التانيين اللي هو انا بعمل زون ديفنس وابتدي العب على المرتدات، ممكن تنجح في بعض الاوقات زي ما نجحت مع منتخب مصر، لكن مش في كل الاوقات هتنجح. عشان كده مستر كوبر للاسف الشديد لما منتخب مصر بيجي فيه جول ما عندوش التغييره في الملعب، ما عندوش ازاي، هل ممكن يغير يلعب 4-4-2؟ ما بتحصلش، ما شفناهاش قبل كده. هل ممكن يغير يلعب 4-3؟ ما بتحصلش، ما شفناهاش في الملعب. هل ممكن يغير يلعب ب 3-4-3؟
برضو ما بتحصلش في الملعب، هي طريقه اللعب واحده يعني. حتى التغييرات كمان، انا كنت لسه هقول لحضرتك احنا عارفين الميعاد بمين نازل مكان مين ايا كانت النتيجه. يعني مغلوب رمضان متعادل كسبان، هي التغييرات واحده، تغير التغيير بتاعت رمضان صبحي مكان تريزيجيه، وبعدين كهربا مكان مروان محسن، وبعدين لو هتغير عبد الله السعيد مثلا او عمرو، او بتنزل عمرو ورده، وهي دي الثلاث تغييرات اللي دايما مستر كوهر بيلعب بيها، سواء اذا كنت مغلوب او متعادل او كسبان، هي دي نفس طريقه اللعب، لكن او نفس التغييرات كمان. لكن عشان كده ما بنعرفش نرجع كمنتخب مصر، ما بيعرفش يكون لنا يعني بهجوم. انا عمري يعني مثلا انت النهارده لما تلعب الكونغو هنا في القاهره في مباراه عايز تصعد فيها كاس العالم، الطبيعي منتخب مصر اللي يكون عنده المبادره، طبيعي تكون انت نسبه الاستحواذ اعلى، طبيعي جدا تكون انت اللي بتلعب على الجول، طبيعي جدا الهدف عندك اعلى بكتير جدا، لكن ما تسيبش الكونغو هي اللي تسيطر وهي اللي تستحوذ، والشوط الثاني مثلا نسبه الاستحواذ مثلا ليهم 55 وانت 45، وبعدين يوصلوا ان هم يتعادلوا كانوا ممكن يسجلوا هدف المكسب، وانت في الاخر بركله جزاء يعني بتحقق الامل بتاع بدعوات الناس بقى ومن عند ربنا سبحانه وتعالى. هو ده الفكر. عشان كده بقول لك مستر كوبر طبعا يتحمل نتيجه، يتحمل بشكل كبير، هو مدير فني يعني اجاد مع منتخب مصر في فتره ما تمام، وصل بينا لنهائي افريقيا، وصل بينا لكاس عالم، ودي حاجه طبعا تحسب له وتحسب للراجل في السي في بتاعه طبعا، واحنا دي حاجه نقدرها كلنا، ولكن ما كانش هو رجل المرحله، او ما يعني ما غيرش من منتخب مصر، مش عايز اقول ما غيرش من نفسه لان هي طريقه لعبه، لكن ما غيرش من شكله اداء منتخب مصر. يعني كابتن بلال، كاس العالم 2018 هو النسخه الاكثر تسجيلا ليها في الاهداف القاتله، حوالي 10 اهداف تم تسجيلها في الاهداف القاتله. عشان كده هنروح ونتابع تقرير عن الاهداف القاتله وارجع اناقشه مع حضرتك. استمرارا لسلسلة النتائج غير المتوقعة في المونديال والأرقام القياسية لمونديال روسيا، فإن الأهداف القاتلة تمثل جانبا خاصا من ظواهر المونديال الحالي. هدف ياريمينا مدافع كولومبيا القاتل في شباك إنجلترا الذي أبقى بلاده على الأقل لنصف ساعة زائدة في المونديال قبل أن تخرج بركلات ترجيح، كان الهدف القاتل العاشر في المونديال الحالي. المثير للأمر أن النسخة الحالية شهدت 10 أهداف قاتلة، في حين أن آخر 5 نسخ من كأس العالم شهدت إجمالية 10 أهداف حاسمة في الثواني الأخيرة، منها 4 أهداف في مونديال 2014 بالبرازيل وحدها. الإثارة بدأت في دور المجموعات بفوز المنتخب الإيراني على نظيره المغربي بهدف من دون رد، وسجل المغربي عزيز بوحدوز الهدف بالخطأ في مرمى بلاده في الدقيقة 5 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ثم سجل هاري كين هدف الفوز على منتخب تونس لتفوز إنجلترا بهدفين مقابل هدف في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع. سجل فيليب كوتينيو هدف التقدم لتفوز البرازيل بهدف من دون رد، وذلك في شباك نظيره الكوستاريكي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، قبل أن يضيف نيمار الهدف الثاني للبرازيل. شاردان شاكيري كان له نصيب أيضا بتسجيل هدف الفوز للمنتخب السويسري في شباك نظيره الصربي في الدقيقة 90. سجل توني كروس هدف الفوز للمنتخب الألماني في شباك نظيره السويدي في الدقيقة 5 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع. لم تسلم شباك المنتخب الوطني من تلقي هدف قاتل عن طريق خيمينيز في مباراة أوروغواي في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، كما سجل إيفان بيريسيتش هدف الفوز للمنتخب الكرواتي في شباك نظيره الأيسلندي في الدقيقة 90. سجل كيم يونغ هدف التقدم لكوريا الجنوبية أمام ألمانيا في الدقيقة 3 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع الذي حسم المجموعة، ثم أضاف زميله سون يونغ مين الهدف الثاني في الدقيقة 6 في دور 16. سجل ناصر الشاذلي هدف الفوز للمنتخب البلجيكي على نظيره الياباني في الدقيقة 4 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع. ياريمينا سجل هدف التعادل للمنتخب الكولومبي في شباك نظيره الإنجليزي. فهل تشهد النسخة الحالية مزيدا من الأهداف القاتلة أم سيتوقف الرصيد عند الهدف 10؟
اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين مع حضراتكم في المونديال على قناه الاهلي. ضيف وضيف حضراتكم نجم مصر ونجم النادي الاهلي الكابتن احمد بلال. كابتن احمد، مونديال روسيا 2018 زي ما حضرتك تابعت هو الاكثر مونديال في تاريخ كؤوس العالم احرازا للاهداف في الاوقات القاتله، 10 اهداف اخرها امبارح هدف ياري مينا في مرمى منتخب انجلترا. تفسير حضرتك للظاهره الاهداف اللي بتكون في الوقت بدل الضائع، هل ده زي ما احنا بنقول منتخبات مجتهده عندها ايمان عندها يقين بنفسها ان هي ممكن تكون موجوده لحد اخر وقت؟ طبعا وده نجاح يا كابتن بلال. طبعا طبعا نجاح جدا، يعني نجاح كبير يحسب طبعا للفرق اللي بتسجل في الاوقات الصعبه دي. ده يدل ان عندك ان في روح، في شغل، في مدرب بيتكلم مع اللعيبه بره، في قائد جوه الملعب، في لعيبه عندها حماس، في لعيبه عندها رغبه. النهارده لما يوصل امبارح كولومبيا النهارده يبقى في الدقيقه 93 ويسجل هدف التعادل قدام فريق انجلترا المسيطر تماما على المباراه، ده معناه ان في مدير فني قاعد بره. يعني خلاص انت دايما بتاخد يعني رد فعلك من المدير الفني، صح، ورد فعلك كمان من كابتن الفرقه اللي موجود معاك في الملعب. هم دول اللي بيدوك الحماس دايما، هم دول اللي بيحمسوا اللعيب، هم دول اللي بيدوا التارجت الهدف بتاع اللعيبه في الملعب. النهارده المدير الفني الكولومبي طول المباراه حتى في الدقيقه 90 التغييرات بتاعته كمان بتقول للفرقه خلاص أنا الاوان ان احنا نهاجم، أنا الاوان ان احنا عايزين نسجل هدف. هو ده المدير الفني، هو ده الشغل اللي بيشتغله المدير الفني طول المباراه، على عكس اللي بيحصل في بعض المنتخبات لما بتبقى يعني امبارح انجلترا ما عجبتنيش ولا المدير الفني عجبني، بقى من الدقيقه 60 وابتدى يغير مهاجمين وينزل مدافعين، مهاجمين وينزل، خلاص كان المباراه خلصت بالنسبه له. هو ده الفرق بين المدير الفني بيلعب لاخر ثانيه ومدير فني خلاص هو خايف وقلقان من المباراه. يمكن عايز اقول لك كمان هدف اوروجواي اللي جه في مصر، فرقه بتلعب يعني فرقه زي كده لو منتخب عربي او منتخب افريقي ممكن يعني يصاب بالاحباط. انت وصلت لحد الدقيقه 89 مع منتخب مصر مقفل وبيلعب 10 مدافعين، مفيش حتى ما بيلعبش على هجمات مرتده، ولكن منتخب اوروجواي مصمم ان هو يسجل الهدف، وسجل الهدف في مصر في الدقيقه 89. بلجيكا برغم ان الهزيمه 2-0 من منتخب اليابان الا ان هو قدر يسجل ممكن ثلاث اهداف في 25 دقيقة، يعني من الدقيقة 70 هو ابتدى يرجع في المباراة. عايز اقول لك القوة واللياقة البدنية اللي موجودة، لو شفت دي بروين خد الكرة منين؟ من 18 وصل بيها لقبل ال 18 فرقة تانية، يعني لياقة بدنية عالية جدا، رغبة عالية جدا، تحدي كبير جدا ان هو يسجل، عايز خلاص فرقة تانية لا خلاص الجول يهدى وتتلعب الكرة بالراحة وخلاص ونلعب نص ساعة وانتهت المباراة على كده. لكن الطموح والفكر والقدرة والقوة البدنية واللياقة البدنية هم اللي يخلوا فرقه زي كده يعني لا عايز تخلص المباراه حتى في الدقيقه في اخر ثانيه المباراه، يعني الدقيقه 95 بيسجلوا الهدف الثالث. فلا فالموضوع مختلف من فرقه لفرقه ومن لعيب للعيب كمان. اللعيبه اللي في الملعب، اللعيبه الكبيره في الملعب بيبقى ليها تاثير كبير جدا على زمايلها اللي موجوده في الملعب. كابتن بلال، راي حضرتك في المنتخبات العربيه، بدات مع حضرتك مع منتخب مصر، نروح للفرق العربيه تونس والمغرب والمنتخب السعودي، وراي حضرتك فنيا وايضا المجموعات، هل بعض المنتخبات العربيه اتظلمت في وجودها في المجموعات القويه اللي موجوده فيها؟ بص احنا اتكلمنا عن مصر خلاص. خلاص يعني مصر خلاص مصر عندنا خلاص. السعوديه والمغرب وتونس. السعوديه كانت مع مصر في نفس المجموعه طبعا وهي نفس الاداء، هم افضل من المنتخب المصري بعض الشيء، مش 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 كتير يعني، عن مش ما لهمش افضليه كبيره عن منتخب مصر. ما ادوش برضو الاداء الكبير استثناء مباراتهم مع منتخب مصر، يعني مباراتهم مع اورجواي خلاص اورجواي كسبنا المباراه وهم بيحاولوا المنتخب السعودي يستحوذ ولكن ملوش اي خطوره طبعا. منتخب اورجواي هو سجل الهدف وعارف ان هو خلاص كسبان فالمباراه كانت محسومه بالنسبه له يعني. ده بالنسبه للمنتخب السعودي. منتخب شايف اللي اتظلم المنتخب المغربي، المنتخب التونسي ادى كوره على قدر الامكانيات اللي موجوده، يعني هو برده كان مجموعته مش عايز اقول صعب قوي ولكن مجموعته كانت ايوه لا معاه منتخب بلجيكا يعني منتخب انجلترا كابتن مجموعه كانه يطلع ثالث برضه محسومه بالنسبه له. طبعا حضرتك شايف ان نجاح انجلترا وبلجيكا طبعا منتخب التونسي نجاحه في حصوله على ثلاث نقاط في مباراه بنما ده امر طبيعي، طبيعي ده اللي المفروض ان هو يروح يحققه. الفرق كبير جدا ما بين منتخب بنما ومنتخب تونس، طبيعي جدا منتخب تونس يكسب منتخب بنما وده اللي هو حققه المنتخب التونسي في المباراه اللي لعبها امام بنما، انما كون ان هو يتغلب 5-2 من منتخب بلجيكا برضه نتيجه ثقيله شويه. يعني هو أدى نتيجة، أدى مباراة جيدة جدا مع منتخب إنجلترا ولكن هزيمته بخمسة دي كانت نتيجة ثقيلة شوية على المنتخب التونسي. طب ما يعني يعني طب يا كابتن، هل دلوقتي حضرتك لو مدير فني للمنتخب التونسي وشايف إمكانيات بلجيكا القوية جدا دي، طبعا في اختلاف في القدرات الفنية ما بين المنتخبين في الأفراد، منتخب بلجيكا عنده 6 أفراد ولا 7 أفراد يا كابتن كلهم فرقة لوحدهم، يعني إيه الحل؟ يعني هل منتخب تونس كان يفكر إن هو
يدافع من اول المباراه ويخرج بنتيجه قليله، ولا كان يهاجم ويبادر المنتخب البلجيكي عشان يخرج بنتيجه ايجابيه، ولا ايه الفكر اللي كان مفروض كابتن نبيل معلول كان يفكر بيه؟ كان خارج من مباراه انجلترا بهزيمه، كان خسران 3 نقاط قدامه فرصه، بيلعبوا تحت ضغط، بيلعبوا تحت طبعا حضرتك عارف يعني من الاخر عشان يمتعوا نفسه. فالنتيجه خرجت بسكور هافي سكور، لكن حققوا نجاح في مباراه بنما وثلاث نقاط مش وحشين في مجموعه صعبه. شوف هم مباراتهم مع المنتخب مع منتخب انجلترا انا برضو ما عجبتنيش، رغم ان هم مثلا وصلوا للتعادل واتغلبوا 2-1، ولكن ما عجبنيش المنتخب التونسي، برضو عايز كان نازل برضو يدافع متحفظ شويه، مدي كل الاغلبيه والافضليه كلها كانت للمنتخب الانجليزي، حب يعوض الكلام ده مع منتخب بلجيكا، حب انه يلعب مباراه مفتوحه. منتخب بلجيكا اقوى بكتير جدا من منتخب انجلترا، منتخب كله عنده مهارات كبيره جدا، عنده حلول كتير قوي، عنده حلول من على الاطراف من عمق الملعب، عنده راس حربه يعني من افضل طبعا من افضل راسات الحربه الموجوده في العالم في الوقت الحالي لوكاكو. فانت النهارده عشان تبادل المنتخب البلجيكي الهجمات وتلعب جيم مفتوح هيبقى صعب عليك، السرعات مش لصالحك، القوه البدنيه مش لصالحك، اللياقه كمان البدنيه مش لصالح المنتخب التونسي. عشان كده لما اتفتح الجيم منتخب البلجيكا كان ممكن يسجل 6 أو 7 أو 8 أهداف في المباراه، كانت صعب عليه جدا جدا يعني ان هو يلعب جيم مفتوح. انما هو طبعا اجاد مع منتخب بنما، ودي النتيجه الطبيعيه او ده المركز الطبيعي بالنسبه للمنتخب التونسي. منتخبات افريقيه، منتخب السنغال اللي اتظلم المنتخب المغربي، يعني المنتخب المغربي كان في مجموعه صعبه جدا. حضرتك استمتعت باداء المنتخب المغربي؟ الحقيقه حاجه فعلا رائعه جدا، يعني وانت قاعد بتتفرج يعني مبسوط ان دول بيلعبوا في افريقيا، ان ده منتخب افريقي، ان ده بيمثل القاره الافريقيه. مبسوط من طريقه اللعب، من الروح اللي موجوده، من الاداء التكتيكي الرائع جدا، يعني حاجه محترمه جدا المنتخب المغربي. يعني يا كابتن انا عايز اخد حضرتك لمنتخبات افريقيا عشان عايز اربط في حاجه ما بين المنتخبات العربيه والمنتخبات الافريقيه، لكن راي حضرتك في السنغال ومنتخب نيجيريا. شفنا السنغال بدات بدايه كويسه لكن خرجت بسبب فرق الانذارات، لكن انا عندي رؤية تانية ان منتخب السنغالي كان في ايده في مباراة كولومبيا حلين، المكسب او التعادل، لعب على التعادل فخسر. ونيجيريا بدأ كأس العالم امام كرواتيا بخوف شديد وبحذر دفاعي، خسر في اولى مباريات ولكن كسب ايسلندا والارجنتين في اخر دقائق من المباراة، دخل فيه هدف وتم استبعاد. رأي حضرتك في المستوى الفني اللي ظهر به منتخبات افريقية، منتخب السنغال ومنتخب نيجيريا؟ السنغال مش عايز اقول ظلم، ولكن السنغال هو اضاع فرصة التأهل بايده. السنغال زي ما انت اتكلمت كده عمر كان عنده فرصتين، فرصه المكسب وفرصه التعادل. انا كنت شايف كمان ان هو في المباراه نفسها كان افضل بكتير جدا من منتخب كولومبيا، ولكن تراجع المنتخب السنغالي. عارف الافارقه دايما يعني لما بيحس ان هو خلاص صعد او وصل او كسبان بيبتدي فيه شويه تراخي في الملعب، بيبتدي شويه ثقه زياده في الملعب، ده اللي حصل مع المنتخب السنغالي. عشان كده سجل المنتخب الكولومبي الهدف وقدر انه يكسب المنتخب السنغالي برغم ان التعادل كان يأهله كأول مجموع. تمام. انما بالنسبه للمنتخب النيجيري، بص منتخب النيجيريا فرقه قويه، فرقه منظمه، فرقه محترمه، ولكن برضو يعني المباراه بتاعتها مع فرقه زي الارجنتين كانت محتاجه تاخد المباراه، اعتقد صعبت الامور بشكل كبير على المنتخب النيجيري، برغم ان هو وقت من الاوقات كان وصل ان هو يتعادل مع منتخب الارجنتين. انا شايف ان دول من افضل المنتخبات الموجوده في القاره، يعني اعلاهم المنتخب المغربي برغم خروج المنتخب بالزبط. المغربي، لكن المنتخب المغربي على هو هنرتب الترتيب يبقى المغرب، السنغال، نيجيريا، ده بالترتيب يعني. طيب هاخد حضرتك لحاجه كومن او حاجه مشتركه ما بين كل المنتخبات دي كلها، الخساره في الوقت بدل الضايع من اللاعب الافريقي واللاعب العربي، ما عندوش تركيز لحد اخر وقت من المباراه. منتخب مصر اورجواي، منتخب تونس قدام انجلترا، منتخب المغرب امام منتخب ايران، منتخب السنغال، منتخب نيجيريا امام منتخب الارجنتيني، نيجيريا امام الارجنتين، والسنغال في قصه ان هي عندها اختيارين وتخسر. هل حضرتك شايف ان احنا عندنا الموضوع ده كومن او ليه علاقه ان احنا قاره افريقيا، ان احنا عندنا موضوع في التركيز او ان احنا ما عندناش تركيز لحد اخر وقت، عكس المنتخبات الاوروبيه او العالميه ان هم بيكون عندهم التركيز عالي كل ما المباراه تقرب على خط النهائي؟ معاك في دي. المنتخبات الافريقيه او اللاعب الافريقي دايما يعني بيحصل له تشتت اثناء المباراه نفسها، مش عايز اقول لك نهايه المباراه، اثناء المباراه نفسها بيحصل تشتت للاعب العربي واللاعب الافريقي دايما، يعني في اوقات كتيره جدا بتشوف حتى منتخب مصر، مش هنتكلم برضو على ماتش اوروجواي ولا ماتش مباراه السعوديه، نتكلم برضو على مباراه البرتغال، يعني بعد ما كنت كسبان هدف بيجي فيك هدفين في اخر ثانيتين، التركيز واللياقه البدنيه العاليه قوي مش موجوده برضو عند اللعيبه الافارقه، يعني مش عايز اقول بارد السنغال واقويا وبنيان، ولكن برضو يعني هم عندهم اقوياء ولياقتهم البدنيه عاليه، ولكن برضو حته الذهن ده
وحته الفكر داخل الملعب وحته الثبات مش موجوده عند عند اللعيب، سواء اذا كان اللعيب العربي او اللعيب الافريقي. طبعا الاوروبيين متميزين بيها بشكل كبير جدا، لان دي خلاص انت عارف من النشأ انت بتتربى على كده، بتتربى ان انت بتركز، عندك تكتيك بتشتغل عليه. زي ما اقول لك، مغلوب زي مغلوب زي كسبان، ما بتفرقش مع المنتخبات الاوروبيه، ما بتفرقش مع اللعيب الاوروبي، هو محافظ على التكتيك بتاعه، محافظ على النظام بتاعه، محافظ على السيستم اللعب بتاعه. طيب، يعني ظواهر كتير بنتابعها في بطولة كأس العالم روسيا 2018. علشان كده هنروح ونشوف تقرير عن الأرقام القياسية في المونديال ونرجع نكمل مع حضراتكم. حينما تبحث عن أحد العناوين لتطلقها على النسخة الحالية من كأس العالم الذي تستضيفه روسيا، سيكون مونديال الأرقام القياسية هو العنوان المناسب نظرا للأرقام التي تحققت منذ انطلاقة البطولة إلى الآن، خاصة الأرقام المؤثرة في تاريخ المنتخبات. قد يرى الجميع أن تأهل إنجلترا إلى دور الثمانية إنجاز كبير، لكن حينما تعلم أنها المرة الأولى في تاريخ إنجلترا المونديالي الذي تفوز فيه بركلات الترجيح، فإنه بالتأكيد رقم قياسي. وفي نفس المباراة أيضا عادل الإنجليزي هاري كين رقم الأسطورة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا لتسجيله 6 أهداف كقائد للفريق، كما عادل رقم لينيكر كأكثر لاعب إنجليزي تسجيلا للأهداف في نسخة واحدة. كان للمدافع الكولومبي بيرمينا نصيب كبير في نفس المباراة بتحقيقه رقما قياسيا جديد، بكونه المدافع الوحيد في تاريخ المونديال الذي يسجل في 3 مباريات متتالية. يعتبر خروج المنتخب المكسيكي من دور 16 هو 7 على التوالي. كرواتيا بدورها تأهلت لأول مرة إلى ربع نهائي كأس العالم لأول مرة منذ مونديال 98. تعتبر مباراة كرواتيا والدنمارك ثاني مباراة في تاريخ كأس العالم تشهد أهدافا خلال أول 4 دقائق من زمن مباراة عن طريق طرفيها، شهدت مباراة أسبانيا وروسيا وكرواتيا والدنمارك التي أقيمت الأحد الماضي اللجوء إلى ركلات الترجيح في يوم واحد، لتصبح ثاني مرة في تاريخ المونديال التي يتم تحديد الفائز فيها عن طريق ركلات الجزاء بيوم واحد منذ مونديال 86. نجحت روسيا البلد المضيف في تحقيق الفوز عن طريق ركلات الجزاء أمام إسبانيا، لتصبح 5 منتخب يفوز بركلات الترجيح، وهو صاحب تنظيم البطولة بعد فرنسا في عام 1998. وجاء من بعدها كوريا الجنوبية في عام 2002، ألمانيا في عام 2006، البرازيل في عام 2014. أصبحت روسيا ثاني فريق يسجل هدفين بالخطأ في نسخة واحدة بالمونديال بعد منتخب بلغاريا بمونديال 66. يعتبر سيرجي إغناشيفيتش لاعب المنتخب الروسي أكبر لاعب يسجل هدفا في مباراة بكأس العالم، وهو عمره يبلغ 38 عاما و352 يوم. أصبح مبابي لاعب المنتخب الفرنسي أصغر لاعب يسجل أكثر من هدف في مباراة واحدة بتاريخ المونديال بعد مايكل أوين لاعب المنتخب الإنجليزي عام 98. أصبح عصام الحضري حارس مرمى المنتخب المصري أكبر لاعب سنا كمشاركة في المونديال، وعمره يبلغ 45 عاما و161 يوم. بات محمد صلاح الهداف التاريخي لمصر في كأس العالم برصيد هدفين، يتساوى مع عبد الرحمن فوزي الذي سجل هدفي في مرمى المجر في مونديال 1934. اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين مع حضراتكم في المونديال مع نجم مصر والنادي الاهلي الكابتن احمد بلال. كنا بنتكلم يا كابتن على افريقيا، على المنتاليتي الخاصه باللاعب الافريقي، وحضرتك قلت يمكن دي حاجه موجوده في اللاعب الافريقي مش هتتغير عكس اللاعب الاوروبي، لكن شفنا ممكن تتغير عشان بس ما نقولش بس يا كابتن دي كابتن تتغير. طب ازاي يا كابتن تتغير؟ يعني هل بقى حضرتك تتغير من الناشئين؟ نبتدي، لازم يبقى عندك قاعده محترمه في الناشئين، لازم يبقى عندك قاعده جيده في الناشئين. طب ازاي تتعلمهم؟ تبتدي تعلم الناشئين، لازم يبقى الفرقه كلها ماشيه بسيستم واحد، بنظام واحد. فعشان انا بلعب 19 سنه بطريقه او بشكل، والفريق الاول بيلعب بطريقه او بشكل ثاني، صح، لازم يبقى في ربط ما بينهم الاثنين. الدرجه صح. الاولى بتلعب زي 19 سنه زي بتلعب زي 17، كل واحد بص كل مدير فني يحط الاستراتيجيه في الملعب زي ما هو عايز، لكن طريقه لعب كنادي في الفريق الاول لازم تبقى هي طريقه لعب الفرقه كلها. صح،
عشان تحقق وعشان اي لاعب يبقى موجود يتحط مع الفريق الاول يلعب بنفس الشكل صح وما يحصلش بقى نوع من انواع الانضمام ما يحصلش عدم التاقلم صح فانت صح. النهارده لازم كل الفرق تلعب بنفس السيستم تمام طب كابتن بلال اخد حضرتك لدور ال16 ابدا معاك بكاس العالم رايك في كاس العالم 2018 بشكل عام هل حضرتك راضي عن النسخه الحاليه ولا شايف ان في نسخه ثانيه افضل منها كمان مستوى الفرق او معظم المنتخبات الكبيره حصلت مفاجات بخروج منتخبات زي منتخب المانيا من بدايه دور المجموعات فحضرتك راضي عن نسخه 2018 راضي جدا انا شايف ان المونديال ده من افضل المونديالات اللي افضل من المونديالات اللي فاتت دي كلها يعني مقياسا بقى ب 2002 و98 لا ده من افضل المونديالات اللعيبه الفرق في فرق كلها محترمه جدا اتولدت فرق كبيره في المونديال سمت الكره اتغير بشكل عام النهارده الفرق اللي عندها بلان او المدير الفني اللي عنده فكر وعنده خطه وعنده رؤيه بيقدر يشتغل عليها لا بيشتغل وبيوصل لبعيد جدا السويد النهارده بتوصل للدور الثمانية على حساب فرق كبيره جدا هل يا كابتن موضوع السويد ده بالذات او بالتحديد ليه علاقه بزلاتان ابراهيموفيتش انها رساله لكل المنتخبات النجم الاوحد ان انت لو خرجت بره عبايه النجم الاوحد ده ممكن تصنع منتخب مجتهد يقدر ان هو يوصل بيك لابعد مدى في البطوله بص مش عايز اقول خلاص موضوع النجم الاوحد ده انتهى من كره يعني الفرق. كل منتخبات النجم الاوحد يا كابتن خرجت رونالدو خرج صلاح صلاح خرج مظبوط ميسي خرج عندنا فرق كبيره جدا يعني رونالدو وميسي وصلاح وما كانش موجود ابراهيموفيتش ما كانش موجود مع المنتخب فعايز اقول لك ان فكره المنتخب الواحد لا المنتخب صاحب اللاعب الواحد اصبحت فكره منتهيه من كره القدم بشكل عام يعني ما ينفعش تقول لي انا هعتمد على لعيب واحد هو اللي هيعمل لي كل حاجه يعني حتى كمان ميسي يعني في برشلونه لو مش معاه انيستا ومعاه كوتينيو ومعاه وكان معاه نيمار ما كانش هيبقى برضه ميسي ما كانش هيظهر بالشكل صح رونالدو برضه في نفس الموضوع لو ما كانش معاه التيم الكبير قوي ده ما كانش هيبقى موجود بالشكل ده فانت النهارده مفيش حاجه اسمها منتخب لاعب المنتخب او منتخب صاحب اللاعب الواحد يعني في المنتخب هو ده اللي هيأدي لا النهارده الجمعيه في الاداء بتفرق بشكل كبير ده مش معناه ان ما يبقاش عندك نجوم او سوبر ستارز في المنتخب بتاعك لا ده معناه ان انت جمعيه الاداء رقم واحد الفرديات هي دي اللي بتعلي تيم عن تيم اللي بتعلي فريق عن فريق هل يا كابتن النجم الواحد زي ميسي وزي رونالدو مع منتخب بلادهم او حتى مع انديتهم بس هتكلم على المنتخب بما اننا بنتكلم على كاس العالم بيضعفوا من شخصيه المدير الفني اللي موجود يعني على سبيل المثال خورخي سان باوليو الكلام الكتير اللي كان موجود حوالين انه بياخد راي ميسي في التشكيل وفي اللعيبه وديبالا واحد زي ديبالا مش بيشركه علشان بيلعب مكان ميسي فبالتالي ميسي قال ان هو مش هيلعب على الاطراف هيلعب تحت راس الحربه وده المركز اللي بيلعب فيه ديبالا هل حضرتك شايف النجم بيأثر على شخصيه المدير الفني بص مش عايز اقول لك ان هو بيأثر على شخصيه المدير الفني زيدان كان موجود مع ريال مدريد ورونالدو موجود ما سمعناش مشكله كبيره ما سمعناش مشكله حصلت عشان زيدان نجم بس زيدان نجم ماشي خلاص يبقى دي دعوه لكل الانديه ان يبقى اللي ماسكين او القائمين على الاداره الفنيه للانديه يكون نجوم انا يعني لما تيجي تكلمنا شخصيا مثلا وتقول لي ميسي في الارجنتين يبقى لازم مدير فني ياخد رايه طبعا لازم ياخد رايه ما خدش راي ميسي ياخد راي طب هقول لحضرتك على حاجه يا كابتن طب دلوقتي انت حضرتك لما يكون مدير فني وعندك اكتر من لاعب مميز هل حضرتك كمدير فني تبدا ان انت تطور خطه لعبك انها تخدم المنتخب وان اكتر من لاعب يشارك ولا ان انت هيبقى عندك مشكله ان اثنين في نفس المركز واثنين نجوم يشاركوا في مكان واحد فبالتالي ادفع بواحد بس فاضعف من المنتخب اللي انا بلعب بيه فاخرج من البطوله واحد زي ديبالا ده يا كابتن ازاي ما يلعبش وازاي ما يشاركش مع منتخب الارجنتين ده خطا مدير فني مثلا وده اللي بتكلم فيه ده خطأ هو مدير فني. حصل تصريح بس مين قال ان ميسي مش عايز ديبالا في الملعب بص يا كابتن احنا دايما بنتابع التقارير الصحفيه والسوشيال ميديا ان دايما معظم التقارير اللي خارجه او كان تصريح شهير لديبالا بس مش كله بيبقى صح بس يا كابتن ديبالا يشارك 22 دقيقه في المونديال حضرتك عارف ميسي بيلعب او لعب مع الارجنتين تحت راس الحرب او بيلعب مش من الطرف ديبالا بيلعب في نفس المركز وان ديبالا اتسال له او اتسال في اكثر من تصريح لوسائل الاعلام قال ان انا بلعب في نفس مكان ميسي فانا وميسي نلعب في مكان واحد او في ملعب واحد دي مستحيل وده اللي احنا شفناه 22 دقيقه فقط ديبالا لعبهم في مباراه كرواتيا وكان الارجنتين خسرانه تقريبا بهدفين فبالتالي ما كانش شايف فيه اي حلول ايكاردي ما تمش ضمه للمنتخب هيجوين طب ايكاردي علاقته واجويرو ما انا بقول لحضرتك ايكاردي علاقته بميسي ما انا بقول لحضرتك كلام كتير جدا على شخصيه المدير الفني ان هو بيتاثر بعوامل خارجيه طب دي ازمه مدير فني بقى ده اللي بقى ده اللي بتكلم مش كل عليه. مش كل المديرين الفنيين بالشكل ده طيب ولقطه في كاميرا في لقطه هبقى اجيبها لحضرتك يعني مش دلوقتي ان كان في من ضمن في مباراه
في الارجنتين الاخيره ان في صحفي ارجنتيني لقط لقطه وتصورت ان ميسي بيتكلم مع خورخي سان باولي وتم ترجمه الكلام بيقول له ايه رايك انزل اجويرو ولا لا؟ قال له نزله ونزل اجوال وجاب هدف. فده كابتن يعني ذات المباراه حضرتك لو تبص هتلاقي ان ميسي وجوده كراس حربة مش مفيد للمنتخب الارجنتيني. عمل يعني عمل تراخي دفاع عند منتخب فرنسا، لعب براحتهم، عرفوا يضغطوا منتخب الارجنتيني، وده اللي بقول لحضرتك عليه. ده حقيقة دي حصلت فعلا، عشان كده يعني التغييرات اللي عملها سان باولي التغييرات كلها كانت جيدة جدا. التشكيل ما كانش جيد جدا، كون ان ميسي يلعب ورا راس حربة، بس طالما ميسي لعب راس حربة طب فين ديابالا ما لعبش ليه؟ ما عندي مشكلة، دي عبد الله صعيدي مش جابها لك انت، عبد الله صعيدي اتصاب يعني ديابالا ما لعبش ليه؟ طالما ميسي ابتدى كفيرو. بص شخصية المدير الفني لازم يكون عنده شخصية. هو اسمه مدير يعني عنده إدارة تمام فنية داخل الملعب، إدارة فنية يعني المدير الفني ما ينفعش يبقى شخصيته ضعيفة قدام النجوم تمام. مش معنى ان انا عندي نجم زي ميسي تمام او زي رونالدو ده معناه ان انا الغي شخصيتي كمدير فني، لان انا مفترض بتعامل مع 23 لعيب 24 لعيب هم دول قوام المنتخب بتاعي تمام. سان باولي في كأس العالم لم يجيد مع الارجنتين في كل المباريات، التصفيات في كل المباريات الحقيقة، ولا حتى التصفيات كمان تمام. أداء سيء جدا، تغييراته سيئة جدا، التشكيل بتاعه سيء جدا، يعني اختياراته انت بتتكلم في 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 في, في, في اربع خمس لعيبه اللي موجودين ورا كلهم بطاء جدا، كبار في السن، امكانياتهم لا تسمح ان هم يلعبوا قصاد الفرق اللي عندها قوه وقوه ولياقه بدنيه وسرعه ما يسمحوش. فانت النهارده الاختيارات بتاعتك اصلا سيئه تمام. ممكن ريكاردي ما استدعوش، ولكن في عندك هيجوين وعندك اجويرو برضو اثنين من افضل الفراوده اللي موجودين في العالم يعني تمام. ديابالا موجود وميسي موجود، دي ماريا موجود الناحيه الثانيه، ولكن اختياراته نفسها للطاقم الدفاعي بتاعه او اللعيبه الموجوده في خط الدفاع بتاعه اختيارات سيئه جدا. بدايته للمباراه كمان بالتشكيل بتاعه سيء جدا، ادارته للمباراه نفسها اثناء الجيم سيء جدا. فهو يعني من المديرين الفنيين اللي فشلوا في كاس العالم. مش الفكره مش ان الارجنتين خسرت 4-3 من فرنسا، فكره الارجنتين كانت تقدر تكسب لو كانت لعبت بطريقه افضل من كده. طيب نروح لدور 16، وعايز اعرف راي حضرتك. يمكن مباراه فرنسا والارجنتين وفوز منتخب فرنسا 4-3 في مباراه قويه جدا، راي حضرتك هل حضرتك برضو كان في بعض الانتقادات لديشامب، لكن انا شايف ان هو قاد المباراه بشكل جيد جدا وقدر ان هو يفوز بنتيجه 4-3، راي حضرتك ايه في مباراه فرنسا والارجنتين؟ بص ديشامب انا كان عليه تعليق في اول مباراه، هو كان عايز يعني كان عايز يتفلسف شويه في اول مباراه ليه في البطوله. كان بيلعب 4-3-3، الثلاثه اللي موجودين في نص ملعب ثلاثه كلهم السمات الرئيسيه بتاعتهم، الثلاثه الميد فيلدرز السمات الاساسيه كلها بتاعتهم كانت سمات دفاعيه. كان بيلعب بثلاثه من غير فرد قدام، كان بيلعب ديمبلي كان ومبابي وجيرو جريزمان. لا جيرو ما كانش بيلعب، وكان جريزمان هو نفس الموضوع نفس الفكره برضه بتاعت الارجنتين. جريزمان هو السنتر فورورد وعايز يلعب، مش عايز يلعب في السنتر فورورد صريح، عايز يلعب بالثلاثه ان هم يجوا الثلاثه من الخلف للامام. وفشلت مع المنتخب الارجنتيني، ولكن المنتخب الفرنسي ولكن هو ابتدى يعدل من شكله، وهو ده الفرق بين مدير فني بيشتغل واحد ما بيشتغلش. المباراه اللي بعديها على طول وكمل على كده، ابتدى جيرو هو اللي يكون الفرد الرئيسي ويلعب بالثلاثه من تحتيه، او اثناء او احيانا بيلعب باثنين بس من تحتيه. مباراه بيرو ولعب بالاثنين وابتدى يجيد وابتدى يدي مهام هجوميه كمان للاثنين اللي موجودين في قلب الملعب، خاصه بوجبا كمان اللي اداله مهام هجوميه كبيره جدا. كانتي ده لعيب سوبر يعني لعيب كبير جدا. لما يلعب كانتي وجنبه بوجبا يبقى في توازن في الاداء، واحد بيدافع كويس قوي وبيكمل في الهجمات والتاني بيهاجم كويس جدا وبيرجع في الحته الدفاعيه. لازم يبقى ما ينفعش بلعب باثنين نفس سمت اللعب نفس طريقه اللعب. كنت لسه اقول هو ده اللي ما يميز المنتخب الفرنسي، ان الاثنين الميد فيلدرز اللي موجودين عندك واحد عنده سمت دفاعي شويه 70-30، واحد عنده سمت هجومي 70-30 او 60-40 بوجبا. عشان كده بنلاقي اختلاف في اللعب، عشان كده بنلاقي الكره مختلفه بتاعه المنتخب الفرنسي. هل ده كابتن كان سبب خروج منتخب المانيا الاعتماد على اثنين لاعيبه في نص الملعب لعبهم قريب من بعض زي مثلا كروس وخضيره، ما فيش واحد فيهم يزيد والتاني يدافع مكانه؟ انا خضيره الحقيقه انه يبتدي يلعب مع المنتخب الالماني انا استغربت. بتلعب بميد فيلدر، بص الفرق بين خضيره وكانتي، سريع قوي جدا، لياقه بدنيه عاليه جدا، لعيب صغير في السن. طبعا الثاني خضيره لعيب بطيء جدا كبير في السن. طبعا يعني وكمان هو يعني طريقه لعبه نفسها لعيب عنده بطء شديد. لعيب عنده خبره كبيره جدا، ولكن بالطريقه اللي بتلعب بيها المانيا ما ينفعش ان يكون الميد فيلدر الرئيسي بتاعك او الاساسي بتاعك او رقم واحد بيلعب بالبطء ده، في ظل انك بتلعب منتخبات
اللي كل طريقه لعبها واعتماد اللعب بتاعها على الهجمات المرتده السريعه. طيب كابتن احمد حضرتك شايف مين الحصان الاسود في بطوله كاس العالم؟ والله بص، هو الى الان السويد هي الحصان الاسود في البطوله. طبعا حضرتك شايف ان هي ممكن تكمل ولا مباراه انجلترا ممكن تكون الاخيره؟ بص، اللي شفته من المدير الفني برضو بتاع منتخب انجلترا امبارح يقلق شويه، يعني طريقه اللعب بتاعه المنتخب الانجليزي، التغييرات كمان بتاعه منتخب انجلترا امبارح. يعني امبارح انت المفروض انك المفروض تغير، وانت بتغير، غيرت رحيم ستيرلينج، نزل راشفورد، خلاص واحد سرعات بسرعات، يبقى عندك سرعات في الملعب، يبقى اخر 30 دقيقه يبقى ليك تواجد في الناحيه الهجوميه. لكن انت النهارده نزلت اثنين، بقى عندك اثنين فراوده، ومفيش اي صانع العاب، مفيش حد يموله زي ما احنا بنقول. يعني لينجارد الوحيد اللي كان موجود، ولينجارد كمان خلاص كان تعب، وصل بالمرحله ان هو خلاص مش قادر يعني، فاهم؟ فادار المباراه بشكل سيء جدا، هو السبب في ان كولومبيا تتعادل امبارح. مباراه السويد هتبقى صعبه، مش هتبقى سهله. فريق منظم جدا، مدير فني محترم، فريق منظم جدا 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 جدا. عشان تسجل في السويد لازم يبقى عندك سرعات عاليه جدا، ولازم يكون عندك انطلاقات، ولازم يكون لعبك رتم لعبك سريع في الملعب. هتعتمد على الكرات الطويله والكرات العرضيه مش هتقدر تسجل في منتخب السويد. ده كان راي كابتن احمد بلال عن الحصان الاسود في كاس العالم 2018. هنشوف ونروح ونسمع راي الجماهير ونشوف مين اللي هيرشحوه يبقى الحصان الاسود لكاس العالم 2018، ونرجع نكمل مع حضراتكم. هو الحصان الاسود بتاع كاس العالم بصراحه هي بلجيكا. بلجيكا يعني ماشيه متقدمه والكره مالهاش كبير. والله اللي حصان الاسود دلوقتي الواحد شوفها، شوف روسيا، لان روسيا ما كانش ليها يعني في البدايه ما كانش الواحد متوقع انها توصل لدور ال 16، ولان هي بتعمل اداء افضل واحسن وبتكسب ووصلت للدور الثمانية يعني، فهي متعتقد ان هي روسيا كلها صار اسود يعني ان شاء الله. كاس العالم السنه دي يعني مش طبيعي، يعني في فرق كبيره طلعت ما كانش متصور انها تطلع، وفرق يعني صغيره كبرت وبقت يعني بقت مهمه قوي، يعني حاجه الحقيقه يعني جديده يعني علينا. انما بلجيكا والناس البلاد الصغيره دي طلعت يعني بقت محترمه قوي ولها مستقبل جامد قوي، وافتكر ان بلجيكا هي ممكن تاخد ال كاس العالم، افتكر يعني ان شاء الله. انا بقول ان مباراه الدور الثمانيه اللي هي يوم الجمعه اللي هي البرازيل مع بلجيكا، انا عندي شعور كده ان اللي هيفوز هذه المباراه هو المرشح الاول الفوز بكاس العالم. السنه دي كاس العالم كان فيه مفاجات من اول طلوع الفرق اللي خرجت، ما كانش حد متوقع طلوع فرقه زي المانيا واسبانيا، الناس دي خرجت ما كانش حد متوقع، وفي فرق صاعده طبعا زي روسيا وبلجيكا والناس اللي طالعه. انا شايف الحصان الاسود السنه دي بالاداء اللي عملته روسيا وبلجيكا في الادوار الاولانيه، بالذات روسيا، وبانها كمان صاحبه الارض والجمهور، فشايف ان هي دي اللي هتبقى الحصان الاسود. اتوقع مربع الذهب هيكون موجود في روسيا وبلجيكا، يعني اتوقع يعني. كاس العالم السنه دي في مفاجات، سواء الناس اللي خرجت او الناس اللي مكمله الغير متوقعه، طبعا على راسها بلجيكا وروسيا، يعني هم دول. روسيا طبعا بتاثير الجمهور وعلى ارضها وملعبها دايما بيبقى الفرقه المستضيفه، حتى لو ما لهاش تاريخ في كاس العالم بتبقى هي ليها يعني الباور ان هي تكمل، وتبقى حتى الحصان الاسود حتى لو هي امكانياتها اضعف، بس بيبقى في حاجات مؤثره عوامل ثانيه بتخليها تبقى هي الحصان الاسود. وبلجيكا نفس الكلام، بالذات بعد خروج الكبار كلهم، فنقدر نقول الحصان الاسود كان هو بلجيكا وروسيا يعني. اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين مع نجم مصر ونجم النادي الاهلي الكابتن احمد بلال. كابتن احمد، قلنا في الفاصل ان بلجيكا وكرواتيا مش حصان اسود خلاص، هم خرجوا من المسمى ده وبقى فريق بطل بينافس على بطوله كاس العالم. مظبوط كده؟ مظبوط، كلام سليم. ما ينفعش نقول على بلجيكا حصان اسود. لا، بلجيكا دي مرشحه تاخد البطوله، يعني فرقه بالشكل ده وبالاداء ده وبطريقه اللعب دي وبالروح العاليه اللي موجوده دي، فرقه مرشحه ان هي تاخد بطوله. ايه الفرق، ايه الفرق ما بين بلجيكا وما بين البرازيل؟ يعني الناس كلها مرشحه البرازيل ان هي توصل للدور النهائي على اول دور قبل النهائي. ايه الفرق بين البرازيل وبلجيكا؟ انا بشوف ان مفيش فروقات ما بين المنتخبين. منتخبين يمتلكوا عناصر جيده جدا 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 على المستوى الفني والمستوى البدني. ممكن يبقى النواحي الدفاعيه عند المنتخب البلجيكي قليله شويه. الاثنين اللي هم بيلعبوا ب 3 4 3 منتخب بلجيكا، الاثنين اللي موجودين في القلب يعني عندهم بطء شديد جدا. بس اعتقد
مباراتهم مع البرازيل هتبقى مختلفه شويه، ممكن يتغير السيستم شويه، ممكن يعني يبقى طريقه التعدل في طريقه اللعب شويه، بحيث ان طبعا البرازيل تمتلك يعني سرعات كبيره جدا في الخط الامامي، عندهم نيمار وكوتينيو وخيسوس، طبعا دول الثلاثه دول عندهم سرعات كبيره جدا جدا جدا، بالاضافه لفيرمينيو اللي بينزل يعمل الفرق في كل مباراه. فالنهارده ممكن طريقه لعب بلجيكا تختلف شويه عن المباريات اللي فاتت. بدل هاخد حضرتك لمنتخب بلجيكا كده والكلام جاب بعضه، عشان عايز يعني عايز اخد رأي حضرتك في حته فنيه. منتخب بلجيكا مديره الفني اسباني، المساعد بتاعه تياري اونري فرنسي. حلو، ايه العلاقه؟ يعني ايه يا كابتن اللي جمع تياري اونري فرنسي مع ميرتنز اسباني؟ هل ميرتنز بيستخدم تياري اونري كنوع من انواع انه شخصيه ونجم ان هو ممكن ياثر على لاعبي منتخب بلجيكا في حته معينه هو محتاجه فيها؟ ممكن طبعا، وده فكر يحترم طبعا. يعني حضرتك مع ان المدرب العام يبقى نجم؟ في ناس كابتن مديرين فنيين يقول لك لا انا ما بحبش اجيب مدرب عام نجم عليا. ده فكر فكر ما انا بس فكر فاشل ده. تمام، لكن حضرتك شايف ان ميرتنز وتييري اونري يعني ده نجاح لمنظومه منتخب بلجيكا لحد دلوقتي؟ اه طبعا، انا شايف ان هو نجاح، اللعيبه بتحترمهم بشكل كبير جدا. كنا عندك برضو في طاقم العمل بتاعك لعيب يعني كان سوبر ستار زي طبعا زي تيري هنري، يعني لعيب كان كبير جدا، لعيب نجم، لعيب سوبر ستار، اكيد اللعيبه في الملعب هتحترمه. يعني كمان لما يتكلم مع اللعيبه فنيا يعني اكيد له احترام وله تقدير. انت برضه بتتكلم مع حد برضه تالق وكان من افضل اللعيبه اللي موجودين في العالم طبعًا. فاعتقد ان هي اختيار طبعا اختيار صعب جدا 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 ان تيري هنري يبقى موجود في الجهاز طبعا، والناتج واضح. الناتج واضح، بتشوف طبعا بتشوف التطور الكبير جدا في منتخب بلجيكا، بتشوف الروح العاليه اللي موجوده عليها المنتخب البلجيكي، بتشوف كمان الروح اللي موجوده، مفيش تعالي في الملعب، مفيش حد متعالي على الكوره في الملعب في المنتخب البلجيكي، كلهم بيلعبوا بنفس الروح ونفس طريقه الاداء، عندهم كلهم الفنيات عاليه جدا. فاعتقد ان هو اختيار صائب جدا ان نجم زي تيري هنري يبقى موجود في مع في الاداره الفنيه للمنتخب البلجيكي. طيب، 8 منتخبات موجودين في دور الثمانيه، سبعه مدربين وطنيين وواحد اجنبي ميرتنز. شايف حضرتك ان فعلا المدير الفني للمنتخبات، مش احنا مالناش دعوه بمصر، خلينا بنتكلم على البلاد العالميه، هل حضرتك شايف ان هو الصح ان هم يتم الاستعانه بمدربين وطنيين؟ هو ده الانسب ليهم في الفتره الحاليه، زي منتخب روسيا متالق جدا مع مدير فني وطني. عندنا طبعا البرازيل، عندنا كرواتيا، عندنا كل البلاد ناجحه مع مدير فني وطني. ليه ده؟ اعمل الكادر، اصنع الكوادر هنا في مصر، تمام؟ يبقى عندك مديرين فنيين على مستوى عالي، وبالتالي ما تحتاجش المدير الفني اجنبي. احنا ليه بنحتاج المدير الفني اجنبي؟ احنا نجاحاتنا كلها كابتن مع المدير الفني المصري. 90 98 كابتن جوهري، 2006 او 8 و10 هي 86 بس كانت مع اجنبي، 86 مع انا بكلمك من 90 يعني، بس 90 اللي احنا شفناها يعني، اللي انا عن نفسي شفتها يعني. تمام، 90 كان كابتن جوهري و 98 كابتن جوهري الاثنين، 2006 و 8 و10 مع كابتن حسن شحاته، باستثناء طبعا البطوله اللي فاتت بطوله افريقيا النهائي الافريقي و صعود كاس العالم. بس كان مفيش انجاز يعني، ده انجاز بس مفيش تحقيق للبطوله يعني، مستر انتر كوبا مفيش تحقيق بطوله، ولكنه يعني انجز منك صعد بيك لكاس العالم يعني. انا دايما اقول انت كبلد لازم تصنع الكادر بتاعك. النهارده لازم تقوي الدوري المصري بتاعك، تقوي دوري قطاعات الناشئين بتاعتك، تشتغل كويس جدا على المدربين المصريين، يبقى في انتقاء، يبقى في اختيارات، يبقى في تدريبات، يبقى في شغل للمديرين الفنيين المصريين، عشان تقدر انك تلاقي بدل المرشح خمسه وسته مرشحين وطنيين لمنتخب مصر. لكن انت بتستسهل، مدير فني اجنبي خلاص كله سكت، الصحافه اتكلمت، الاعلام اتكلم، يا جماعه خلاص الموضوع منتهي، اصبح هنجيب مدير فني اجنبي. لازم نحاول نطور من نفسنا، زي ما احنا لازم نطور نفسنا، ولازم يبقى عندنا قطاعات جيده جدا من الناشئين، لازم يبقى عندنا دوري قوي عشان يبرز لعيبه محترمه جدا تقدر تمثل مصر. انت ايه هدف منتخب مصر في بطوله في اللي جاي؟ انك تصعد ولا انك تروح في مكانه بعيده؟ لا طبعا، انك تصعد، لا طبعًا. انك تصعد، انت ما عندكش هدف تاني، ما عندكش هدف تاني، لان انت ما بتخططش لهدف تاني. احنا لازم يبقى في تخطيط، احنا خلاص وصلت. الناس بتخطط ازاي؟ الناس بتخطط ان هي توصل السنه دي، السنه اللي بعديها لا انا عايز اوصل بقى للدور 16، اللي بعديه ممكن اوصل لدور الثمانيه. هو السنغال احسن مننا لما وصل المانيا يا كابتن، المانيا اخذت تاني في ثالث في بطل العالم بتخطيط صح، برؤيه فنيه صح. بص، هي كل حاجه بتخطيط الفكرة صح. اللي هي فكر، انت بتحط فكر وخطط بتمشي عليها وبتدرسها بشكل جيد جدا، وبتجيب تخلي الناس اللي موجوده عندك تنافس. مفيش مشكله. طيب، مفيش مشكله انك تجيب خبير اجنبي يعلم الناس المدربين المصريين. طيب، سؤال قبل ما اروح للتقرير عن المدرب الوطني، هل حضرتك شايف مين اللي بيحط الاستراتيجيه لمين؟ اتحاد الكوره بيحط استراتيجيه للمدرب بيقول له انا عايز ايه، ولا المدير الفني لما بيجي بيشوف التولز والخامات اللي موجوده تحت ايده وبيقول هو ممكن يحقق منها ايه؟ انت بتتكلم على خطه
لاتحاد الكوره للتطوير. انا بتكلم على كلام حضرتك في التطوير دلوقتي. لا. مين اللي بيحط الاستراتيجيه لمين لما يجي يشتغل؟ لا المفروض الاتحاد هو صح. بيحط خطه تطوير كره القدم المصريه بشكل عام. انت المدير الفني الاجنبي بيجي ينفذ اللي انت عايزه بالظبط. وبيشتغل على الخامه اللي عندك. هو ما بيجيبش لعيبه من بره. هو بيجيب اللعيبه اللي موجوده عندك في الدوري العام المصري. فانت النهارده لازم انت انت النهارده والمفروض الناس تشتغل تبتدي تشتغل من دلوقتي على كنا ازاي تطور. انت عندك 4 سنين. انت النهارده المفروض تهتم باللعيبه اللي عندها 18 سنه 17 سنه في الوقت الحالي تشتغل عليهم بشكل كبير. لان دول بعد 4 سنين لان دول بعد 4 سنين هيبقى عندهم 22 23 سنه. هي دي اللعيبه اللي ممكن تيجي بعد كده. دي اللعيبه اللي ممكن تمثل منتخب مصر. انا مش بتكلم انك تسيب الباقي لكن بتكلم انك تبتدي من الحته دي. تبتدي من المنتخبات دي. تبتدي تشتغل عليها بشكل كويس جدا. تطور الاداء. الدوري العام المصري يكون تحت يعني في سبوت على قطاعات الناشئين ابتداء 2001 2099 تبقى عامل انت سبوت كاتحاد كره قدم. لان دول المفترض ان هم ممكن فئه كبيره منهم يمثلوك الفتره اللي جايه كمنتخب مصر. تبتدي تشتغل الشغل ده. تشتغل على الدوري العام بشكل كويس جدا. تشوف المدربين يعني برضو لازم اتحاد الكوره لازم يحط سيستم كمان لقطاعات الناشئين. تشتغل بأني طريقه. تشتغل بأني فورميشن عشان كمان المدير الفني اللي موجود يبقى عارف ان كل الناس بتشتغل بنفس السيستم ده. كان راي كابتن احمد بلال في المدرب الوطني. عشان كده هنروح ونشوف تقرير عن المدير الفني الوطني في المونديال ونرجع نكمل مع حضراتكم. هل يكون المدرب الوطني هو طريق الوصول لمنصة التتويج بالمونديال؟ سؤال هام يطرح نفسه بقوة، وخاصة عقب انتهاء مباريات دور 16 لبطولة كأس العالم المقامة حاليا في روسيا، وذلك بعد تأهل 8 منتخبات لدور 8 منهم 7 منتخبات تحت قيادة فنية وطنية. يأتي على رأسهم ديديي ديشامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي الذي يحقق نتائج هائلة مع منتخب بلاده منذ أن تولى مهمة القيادة الفنية، حيث وصل لنهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية الماضية التي أقيمت في فرنسا وخسر المباراة النهائية أمام البرتغال في الرمق الأخير. هناك ساوثغيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا الذي وضع نصب عينيه أن يعود منتخب الأسود 3 لسابق عهده ونجح في تكوين منتخب قوي بمزيج من عناصر الخبرة والشباب. الأكثر من ذلك أنه نجح في قيادة منتخب بلاده في تخطي عقدة ركلات الترجيح على حساب المنتخب الكولومبي في المباراة الماراثونية التي أقيم بينهما مساء أمس في ختام دور 16. يأتي أوسكار تاباريز المدير الفني لمنتخب أوروغواي كأكثر المدربين وأكبرهم سناً وخبرة بين أقرانه لمدربي منتخبات دور 8، حيث نجح صاحب 71 عاماً في وضع منتخب بلاده على الطريق الصحيح في ظل وجود ثنائي الهجومي الأشرس لويس سواريز وإدينسون كافاني الذي قاد سيليستي لقهر البرتغال. كما خلد الروسي تشيريتشوف ستانسيلاف اسمه في سجلات التاريخ للكرة الروسية بعدما قاد منتخب بلاده لتحقيق أقوى مفاجآت البطولة بالإطاحة بالمنتخب الإسباني حامل اللقب في النسخة قبل الماضية في جنوب إفريقيا. فضلا عن ظهور المدرب الروسي بمستوى متميز خلال مباريات المجموعة الأولى التي ضمت المنتخب الوطني والسعودية وأوروغواي ليصل المنتخب الروسي لدور 8 للمرة الأولى منذ سنوات طويلة. يأتي الكرواتي زلاتكو داليتش ليقود منتخب كرواتيا لحصد لقب الحصان الأسود للبطولة. حتى الآن قدم مستوى متميز على المستوى الهجومي والدفاعي في ظل وجود عدد من عناصر الخبرة على رأسهم مودريتش، راكيتيتش، مانزوكيتش. لا شك أن الاختبار القادم للكروات في غاية الصعوبة حينما يواجه روسيا صاحبة الأرض والجمهور. بينما يحمل البرازيلي ليوناردو باتشي طموحات وأحلام البرازيليين التي طالت لأكثر من 16 عاماً حينما قاد سكولاري منتخب السامبا للتتويج ببطولة كأس العالم على حساب نظيره الألماني 2002 في الوقت الذي فشل في استغلال عاملي الأرض والجمهور في النسخة الماضية التي أقيمت في البرازيل وخرج بفضيحة مدوية أمام ألمانيا ب7 أهداف. يأتي سويديان أندرسون بنوايا واضحة منذ البداية حينما استبعد نجم الكرة السويدية زلاتان إبراهيموفيتش من قائمة السويد التي شاركت في المونديال. بالفعل نجح المدرب الوطني في كسب رهانه وحققت السويد نتائج قوية وتأهلت إلى دور 8 للمرة الأولى منذ سنوات طويلة على حساب سويسرا. يأتي المنتخب الوحيد في دور 8 الذي يقوده مدرب غير وطني
هو المنتخب البلجيكي تحت قيادة الإسباني روبرتو مارتينيز كأحد أصغر مدرب البطولة ويبلغ من العمر 44 عام. نجح في تكوين منتخب قوي للشياطين الحمر يضم كوكبة من أبرز نجوم ساحرة المستديرة بين كافة الفرق الأوروبية المتقدمة. أيام قليلة سنرى هل ينجح المدرب الإسباني في تحقيق المستحيل ويقود بلجيكا لحصد كأس العالم؟ أم سينجح واحد من المدربين الوطنيين السبعة لقيادة منتخبات بلادهم لصعود سلم المجد؟ أهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين مع نجم مصر ونجم النادي الأهلي كابتن أحمد بلال. كابتن أحمد، دور الثمانية بقى، يعني روسيا وكرواتيا، رأي حضرتك كده إيه؟ مين ممكن يكسب والممكن يعني يكون تكتيكيا أفضل؟ روسيا زي ما حضرتك عارف إن هي عملت مفاجأة قدام إسبانيا، لكن هذه المفاجآت تستمر ولا منتخب كرواتيا قادر على الوصول إلى قبل النهائي؟ بص، منتخب كرواتيا من المنتخبات الجيدة جدا، كانت كبيرة، منتخب جماعي بيلعب بشكل جيد جدا، عنده امكانيات ان هو يصل بعيد في المونديال. ولكن روسيا الحقيقه فاجئتني، يعني انا روسيا فاجئتني بالاداء، بالجماعيه، بالالتزام، بالروح اللي موجوده. المباراه مش هتبقى سهله، لقب بدنيه كابتن عبد الله جدا طبعا، والكرات العرضيه والكرات الطويله كلها لصالح المنتخب الروسي. المباراه هتبقى صعبه، صعبه جدا جدا جدا، ما نقدرش نتوقع. بص هو منطقيا المنطق بيقول كرواتيا تصعد، المنطق بيقول كرواتيا، لكن كاس عالم ده، لكن كاس عالم ده ما فيش اي منطق خالص. انجلترا والسويد يا كابتن؟ لا، بشوف ان انجلترا ممكن تكسبها، انا بشوف انجلترا ممكن توصل للفاينل. طبعا الكسبان من روسيا كرواتيا هيلعب الكسبان من انجلترا والسويد. يعني كابتن حضرتك، كرواتيا لو لعبت انجلترا، انجلترا تعرف تكسب كرواتيا؟ المفترض ان اللعيبه اللي موجوده والامكانيات اللي موجوده عند المنتخب، منتخب انجلترا يعني دي من افضل الامكانيات اللي اتواجدت خلال 3 4 كاسات عالم اللي فاتت. صح، تمام، صح، لازم يستغلوا بقى الحته دي. بس المدير الفني ما يخافش، يعني ما يبقاش خايف، لان شفت امبارح ده كان انت عارف يا كابتن ان ساوث جيت ده حضرتك عنده عقده مع الشعب الانجليزي وما بيكرهوه جدا بسبب يورو 96. هو لازم ساوث جيت لازم يكرهوه بصراحه بسبب اللي حصل امبارح ده. 96 كان بيشارك مع منتخب انجلترا امام منتخب المانيا في اليورو، وضربه الجزاء هو اخر واحده شوط شاطها وضيعها وانجلترا خرجت. فهم عنده عقده، عشان كده امبارح كابتن كان قلقان جدا، فلما كسبوا عملوا كابتن حدث تاريخي، بقى لهم كابتن 28 سنه صح ما بيكسبوش بضربات الجزاء من كاس العالم 90 قدام المانيا برضه. صح، فدي مباراه انجلترا والسويد. فرنسا اورجواي صعبه جدا، اقوى صعبة جداً. اقوى خط دفاع ضد اقوى خط هجوم او من اقوى خطوط الهجوم. لا، والاثنين هجوميا، بس كافاني مش هيلعب، كافاني رسميا هيغيب عن اللقاء. كده هيبقى كده طبعا، كده هيبقى في مشكله كبيره عند منتخب اورجواي، برغم ان القوه البدنيه، اللياقه البدنيه العاليه جدا، الاداء الجماعي الحقيقه بيعجبني الاداء الجماعي بتاع منتخب اورجواي، ولكن السرعات اللي موجوده والامكانيات الفرديه اللي موجوده والحلول اللي موجوده عند المنتخب الفرنسي ترجح كافه منتخب فرنسا في المباراه اللي جايه. يعني يا كابتن السرعات اللي موجوده مبابي، وبنتكلم في جيرو، بنتكلم في طبعا ماتودي هيغيب، في جريزمان طبعا، وديمبلي يغيب عن اللقاء، اخذ انذارين في مباراه، وديمبلي طبعا لعيبه، وبوجبا لعيبه طبعا. المباراه اللي عملوها قدام الارجنتين كانت مباراه رائعه جدا الحقيقه. طيب برازيل وبلجيكا يا كابتن؟ انا بشوف بلجيكا هتكسب. برازيل يا كابتن، بلجيكا عم ايه البرازيلي؟ نيمار وكوتينيو وفيرمينيو يعني اساميهم كمان لايقه مع بعض. فيرمينيو كوتينيو، بص انا بشوف ان من اسوء مونديال للبرازيل المونديال اللي احنا اللي بيلعبوا فيه دلوقتي. المباراه اللي فاتت كمان مش اداء البرازيل، مش المتعه، مش القيمه الكبيره بتاعه منتخب البرازيل. يعني بنشوف بس فرديات، حتى فرديات مبالغ فيها شويه من نيمار وكوتينيو واحيانا مارسيلو لو كان موجود. يعني مش المنتخب الجماعي اللي يقلق ويخوف. بس عندهم نص ملعب يا كابتن قوي، عندهم كاسيميرو وباولينيو. باولينيو وكاسيميرو طبعا، الاثنين من افضل اللعيبه اللي موجوده في خط في نص ملعب. وعايز اقول لك حاجه، ان المدير الفني كمان مش ما بيلعبش بالسمت البرازيلي، ان هو انك تهاجم وتضغط الفرق اللي قدامك وتحطهم قدامك. لا، بيحترم الخصم قوي، وبيلعب زون ديفنس. والمباراه اللي فاتت كان في نص ملعبه وبيعتمد على الهجمات المباراه اللي فاتت كمان منتخب البرازيل، عايز اقول لك ان اللي كان بيهاجم 4 بس، باولينيو وكازيميرو، الاثنين ما كانوش بيتقدموا حتى في الهجمات، يعني كان دايما بيهاجم ب4 بس. فدي برضو حاجه خد بالك تدل ان لا، المدير الفني قلقان شويه، يعني عنده تخوف، عنده برضو مش عايز يجازف. عشان كده بقول لك منتخب البرازيل من اقل
الكاسات العالم الفنيه اللي انا شفتها. اتفق معاك يا كابتن ان اللي هيكسب في المباراه دي هياخد كاس العالم؟ انا اتفق معاك. برازيل او بلجيكا؟ البرازيل او بلجيكا. طيب هنروح الاهلاوي في المونديال. زي ما احنا معودين حضراتكم بنختار ليكم لاعب في النادي الاهلي شارك مع منتخب مصر في كاس العالم الثلاث نسخ 34 و90 وايضا 2018، ونجم اهلاوي في المونديال اليوم هو محمود حسن تريزيجيه. تعالوا نروح ونشوف اهلاوي في المونديال ونرجع نكمل مع حضراتكم. محمود حسن تريزيجيه أحد المواهب التي أهداها الأهلي لمنتخب مصر ليصبح أحد أعمدته الأساسية التي ساهمت في تأهله لنهائيات كأس العالم بروسيا 2018. كان أيضا أحد المشاركين في المونديال. بدأ تريزيجيه رحلته مع كرة القدم بالنادي الأهلي في قطاع الناشئين، تدرج حتى تم تصعيده للفريق الأول ومنه إلى تجربة الاحتراف في الدوري البلجيكي مع أندرلخت. انتقل تريزيجيه من أندرلخت إلى قاسم باشا التركي معارا وقدم موسما رائعا ليشارك مع منتخب مصر في ثلاث مباريات بكأس العالم أمام روسيا وأوروغواي والسعودية بمجموع 239 دقيقة. تريزيجيه أهلاوي في المونديال. اهلا بكم من جديد. بمناسبه تريزيجيه كان اكتر من تقارير في تركيا اتكلم وقال ان تريزيجيه قريب جدا من الانتقال الى نادي جلطة سراي التركي بمقابل 6 مليون او 5 مليون دولار. كابتن احمد بلال نجم الاهلي ونجم منتخب مصر شرفتني ونورتني يا كابتن. ربنا يخليك يا عمر، اشكرك. اكيد طبعا تكون موجود معايا في حلقات تانية كتير ان شاء الله، ونشوف بقى بلجيكا ولا البرازيل. كنا مع حضراتكم على مدار ساعتين من الساعه 10 وحتى الساعه 12 في المونديال على قناه الاهلي. بكره احنا ان شاء الله اجازه، هيبقى موجود ملك وكتاب. هنرجع مع حضراتكم يوم الجمعه ونستأنف مباريات دور الثمانيه. نشوفكم ان شاء الله يوم الجمعه على خير في نفس الميعاد الساعه 10 على قناة الأهلي. أشوفكم على خير، تصبحوا على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.